يقول البخاري في الرواية، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله عند مرضه أوصى بثلاثة أشياء. شنو الأشياء اللي أوصى بها؟ قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. هذه يعني طلعهم اليهود والنصارى، زين، أمر بإخراجهم. والثانية: أجيزوا الوفد بمثل ما كنت أجيزه. إذا وفد عليكم وفد أعطوا جائزة مثل ما أنا كنت أعطي جائزة كرما بنفس النسبة. بعد: والثالثة نشيتها. يقول الثالثة هي هاي المصيبة، نعم طبعا هاي إنشاءها ما في شك. الثالثة شنو؟ ولوا عليها، هاي طبعا كنشة، هاي ما في شك. ولذلك يعني احنا نشوف مثلا ما عندنا ترى عداء مع الرجل ابدا، يعني لا تتصور احنا عندنا مع البخاري عداء ابدا، لا والله ما عندنا عداء مع احد، لكن عندنا تقييم إليه. يعني ما ممكن نقبل جملة من عندنا تقييم. أرجوك يعني أكو جوانب هذا الرجل إذا مر برواية لأهل البيت تلقى إما أن يقطمها وإما أن ينساها أحيانا. مثلا هذا جانب. الجانب الثاني: محشد لمجموعة من شيوخه، شيوخ اللي عنده معظمهم ممن يتقرب إلى الله بشتم علي بن أبي طالب، مثل حريج الحمصي مثلا. هذا كان موقفه من الإمام علي عليه السلام عجيب غريب. يعني مثل عمران ابن حطان، هذا من شيوخ البخاري أيضا من هالنوع. أكو مثل مروان ابن الحكم، وذولا فرد نمط من الناس عجيب. يعني هذولا ما تطيب أنفسهم لعلي بخير أبدا. وأنا ما يسعني كمسلم أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له: يا علي، والله لا يحبك إلا مؤمن طيب الولادة، ولا يبغضك إلا منافق ابن زنا أو ابن حيضة. أو يسمع يقول له: أن الحق يدور معك حيثما تدور، ويقدر يعرض عن واحد يتقرب إلى الله بشتمه. ما يسعني، يعني لازم أكو حدية. حدية لازم أكو، يعني مقاييس أكو. وما يستوي الأعمى والبصير أبدا، ما ممكن لا هذا. وما يستوي أيضا المحسن والمسيء، أكو مقاييس الله عز وجل تعبدنا بها.